حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم، برنامج مسا دبي. يعني عندي ما شاء الله الوان اوراق، سيدة تذكرت اغنيه شخبط شخابيط لخبط لخبيط مسك الالوان، شي حسيت اني انا في هذا الموضوع. اكيد مشاهدين الكرام، التخطيط والتفكير سواء لحياتك اليوميه او للدراسه او للعمل يحتاج لترتيب معين. احنا اليوم بنتعلم هذا الترتيب، كيف نخطط ونعمل الخرائط الذهنيه، اكيد مع الدكتوره منيره الرحماني، مستشار تفكير ابداعي ومدربه خرائط ذهنيه. حياك الله دكتوره ومرحبا بك معنا. الله يحييكم، مشكورين على هالاستضافه. والصراحه ذكرتني يعني بالاغنيه القديمه اللي واحنا صغار نغنيها شخبط شخابيط، بس اليوم احنا ما راح نشخبط ان شاء الله، راح نتعلم تقنيه جديده وابداعيه. عاد انت كنت صغير، انا كنت كبير هذا الوقت على الاغنيه. مرحبا بك ويانا دكتوره منيره. اليوم بنتكلم عن موضوع حقيقه انا شدني من خلال تحضيري لهذه الفقره، وحابه اعرف عنها اكثر، واكيد اللي حين انضموا لمتابعتنا في مسا دبي يبون يعرفون اكثر عن معنى كلمه خرائط ذهنيه. شو يعني الخريطه الذهنيه؟ هل هي في دماغنا، في المخ، ولا هي ملموسه نرسمها على الورق؟ شو هي بشكل عام وعن شو تعبر؟ انزين، الخرائط الذهنية نحن نقدر نقول أنها هي أداة من الأدوات الإبداعية الابتكارية اللي تساعدنا على التفكير، تساعدنا على الحفظ واسترجاع المعلومة. الخريطة الذهنية هذه اللي اخترعها توني بوزان البريطاني، واخترعها ليش؟ لأنه هو كان محتاج لأداة تساعده في الدراسة. وايد كانوا يقارنون بينه وبين أخوانه، أنه ليش أخوانك من يرجعون من المدرسة حافظين الدروس وأنت مش حافظ وأنت مش قادر تكمل حتى في المدرسة؟ فطلع أنه هو من النوع أو من الشخصيات اللي ذاكرتهم تصورية، لازم يشوف الشيء قدامه علشان يقدر يحفظه. فطلع بهذا الاختراع اللي هو الخرائط الذهنية، وبعدها اكتشف أنها موائمة للفطرة وموائمة لدماغ الإنسان، لأنها بالضبط مثل الخلية العصبية اللي في الدماغ، ومهمة الخلية العصبية أنها تخزن المعلومات في الدماغ. صحيح. فالخريطة الذهنية في الورقة هي قاعدة تخزنين المعلومات اللي أنت تبينها في حياتك في هذه الورقة، وبنفس الطريقة تنطبع من عينك إلى الدماغ. يعني إحنا نتكلم عن الخرائط بشكل عام، دائما هي بالنا خريطة جوجل ماب، يعني هي خريطة. صحيح. وشارع وبيوت وبنايات يميننا ويسارنا دائما. اليوم خرائط الذهنية هل هي عبارة عن رسومات وبيانات وما شابه ذلك؟ نوضح أكثر عن هذه الخريطة. إنزين، نقدر نقول إنهم اثنينهم لنفس الهدف. ليش تستخدم خرائط جوجل ماب؟ عشان فيها صور، فيها يمين يسار بيوت محلات. إنزين، وبعدين وين تبي توصل؟ توصل لهدف، هدف معين. ونفس الشيء الخرائط الذهنية نستخدمها لأننا نبغي نوصل لهدف، سواء أبغي ذاكرة حديدية، سواء أبغي أسترجع معلومات سريعة، سواء أبغي أخزن معلومات في دماغي، أو أني أدرس دروسي وألخصها أو أخطط لحياتي. فنفس الطريقة، هو الخرائط كلها تؤدي إلى الهدف. إحنا نعرف أن يعني الخريطة الذهنية هي بمثابة في زمننا الحالي يستفيد منها الطفل في تقوية ذاكرة، يستفيد منها الطالب، المحاضر ذا يبغي يبني مثلا خلينا نقول باوربوينت معين او طريقه لشرح المحاضرات او لتركيز المعلومه اكثر، حتى الموظف اذا بغى يعني يغير مساره المهني او يرسم خطط استراتيجيه في حياته، فهي تدخل في كل مناحي الحياه ولكل الافراد. اذا بنتكلم عن جانب اللي هو انا بدخل فيه اكثر الطفل، كيف تقدر أنها تساعد الطفل على أنه مثلا يحفظ بشكل أفضل وأسرع وتقوي ذاكرته؟ من خلال الرسومات ولا كيف؟ إنزين، نقول أول شيء أكثر أشخاص مبدعين واللي يتقنون الخرائط الذهنية لما يتعلمونها هم الأطفال. الأعمار من 7 سنوات فأكبر. هذيل الأشخاص لأن نسبة الإبداع عندهم كبيرة جدا، فهم دائما يتقنون كيف يرسمون الخريطة ويحبونها. بالعادة مثل ما شفتوا كيف عندنا الألوان هنا موجودة، الخرائط الذهنية تعتمد على الألوان، لأن كل فكرة أساسية مع أفكارها الفرعية لازم تكون بلون محدد علشان لما نتذكرها نسترجع بنفس اللون الفكرة الأساسية وكل ملحقاتها الأخرى. الخرائط الذهنية لو أرويكم هنا تشوفون نموذج منها، فيها صور ورسومات الأطفال يحبونها، فمن يشوفون
يقرؤونها يحفظونها بسرعة ويتذكرون ما يوجد فيها. فالخرائط تساعدهم بهذه الطريقة. ليش؟ لأن الأشياء لما يشوفونها ملونة وممتعة وممتعة للبصر ومبهجة للنفس، هني يحفظونها ويستمتعون بدراستها. تساعدهم في تلخيص المذكرات الدراسية، تساعدهم في حفظ وتخطيط يومهم وفي كثير من مجالات الحياة الأخرى. يعني أكيد ممكن الكل يستفيد مثل ما قالت مريم يعني من هذا هذه الخريطة الذهنية، حتى إحنا كمذيعين يعني نختصر الحلقة من خلال أكيد هذه الخرائط الذهنية. اليوم بنتعلم هذا الشيء، مع أنت قلتي الأطفال هم اللي يستوعبون أكثر، مع اللي اعتبرين أطفال، وإن شاء الله نستوعب أكيد مع بعض الخريطة الذهنية اللي بنتعلمها في الحياة. كيف يتم التطبيق؟ هل السؤال؟ تطبيقها جدا سهل. لو تشوفون الخرائط الذهنية دائما، وين عيونكم تنشد عليها؟ أول شيء النص. أول مكان النص. فالفكرة الرئيسية دائما نرسمها في النص. لو بنقول الحين بنتكلم عن أي خريطة بنسويها، بما أن إحنا الحين الشتاء جاي قريب وكل الناس يجهزون حق طلعات البر، صحيح. فنقول ليش ما نسوي خريطة فيها كل مستلزماتنا اللي إحنا بنحتاجها لطلعة البر علشان ما ننسى ولا شيء. إذا نقول هذا أبسط شيء ممكن إحنا نسويه الآن، ويمكن عندنا بعد نقدر نسويها وصايا يعني نوزعها حق كل الأفراد اللي حولنا اللي نحبهم ينمون من ذاتهم ومن قدراتهم. شو هي الوصايا والنصائح اللي ممكن نقدمها لهم في خريطة وردة واحدة ممكن تكون موجودة عندهم. فلو الحين نقول نتعلم أول شيء في فن رسم الخرائط، نبدأ من وسط الورقة. بنرسم رباع. أخوي عبد الله وأختي مريم عندكم، أنتوا أوراق عندكم؟ فدائما نركز في وسط الورقة، بتكون الفكرة المركزية أو الفكرة الرئيسية للخريطة اللي إحنا بنرسمها. عن شو تبون اليوم تتكلمون؟ بس في سؤال، هل لازم إن اللي يرسم الخريطة الذهنية يكون رسام؟ ولا مو بشرط. لأن أهم شيء إنك أنت تفهمها. أنت تفهمها، صحيح. أهم شيء إنك أنت تفهمها، وحتى الرموز اللي بتحطها والكلمات المفتاحية أنت اللي تكون عارفينها، مو بشرط كل الناس يعرفونها، لأنك أنت ما تبى تنشرها. كيف نرسمها؟ إنزين، من وين؟ وسط الورقة. تبدأ إيه من وسط الورقة. سواء عن شنو بنتكلم؟ بنتكلم عن يومنا، إجازتنا الجاية مثلا، نقول مخطط حق الحلقة الجاية، شو بنقول، منو ضيوفنا والمحاورنا، باللي تبونه اختاروا عنوان وإحنا بنمشي عليه. الإجازة كيف بتتصرف في الإجازة؟ شو بسوي مخططات الإجازة؟ خلينا نتكلم عن حلقة اليوم. حلقة اليوم. انزل. زين. نقول حلقة اليوم. أنا بالنسبة لي حلقة اليوم أبدأها مخططي من أول ما وصلني الاتصال من طرفكم بأني أنا بكون وياكم ضيفة في حلقة اليوم، وخطط له لهذا اليوم، وأنتم بتخططون من ناحيتكم كيف خططوا لليوم. حلو. إنزين، فبنقول هذه حلقة اليوم، نقول حلقة اليوم إحنا اليوم الثلاثاء، نبدأ من الوسط. من الوسط، بس إحنا بنكتب حلقة 45. تمام. إنزين، وبنبدأها الفرع الأول دائما نبدأ من أعلى اليمين ونمشي مع عقارب الساعة. فأعلى اليمين بيكون الفرع الأول أو الفكرة الرئيسية الأولى. لازم من اليمين؟ من اليمين. ليش؟ مع عقارب الساعة. لأن عالميا كيف تقرأين أي شيء يكون بشكل دائري من اليمين مع عقارب الساعة. عالميا هذه الفترة يعني. خط مريم حلو والله اليوم. ما عليك، بس حق التصوير ما عليك. زين، فبنحط الفكرة الأولى. أنا هني بحط من طرفي أنا كان التخطيط لمحاور هذا اليوم. فأنتوا بتحطون حلقتكم، شو أول خطوة سويتوها أو أول خطوة تخططونها حق حلقة اليوم؟ أنا بحثت عن الموضوع وقريت عنه مقالات. إنزين، فبتسوين هني البحث، وبعدين ما تطلعين بأفرع فرعية، مقالات، كتب، شفتي فيديو توعوي، باللي شفتيهم ترصينهم. اوكي، تنبثق منها يعني، تتفرع منها كل شيء. إذن هي ما تشبه هاي الاشياء، الفروع اللي تطلع مثل خلايا الدماغ، هي تتواصل مع بعضها. صحيح. ما قلنا الخليه العصبيه في الدماغ، اذا تتذكرين درس العلوم اللي درسنا ايام الابتدائيه، الخليه العصبيه في الدماغ تتكون من نواه وفيها شعيرات عصبيه. الشعيرات العصبيه بالضبط تشبه الافرع اللي احنا نرسمها. طيب ما فائده هذه الافرع؟ في الخليه العصبيه في الدماغ المعلومات تتخزن على هذه الشعيرات. ايوه. واحنا هنا قاعد نخزن المعلومات على الأفرع اللي موجودة. فبالضبط نفس منهجية الدماغ وكيف تعمل إحنا قاعد نطبقها في الورقة. إنزين، نقول هني خلصنا الفكرة الرئيسية الأولى، لما ننتقل للفكرة الرئيسية الثانية نغير اللون. نغير.
ضروري جدا نغير اللون. تغيير الالوان يحفز اكثر، يحفز على الحفظ وتنظيم المعلومه في الدماغ في مكان معين. بنعرف ان هاي الخطوه الثانيه اللي بتكون، يعني نعرف انها خطوه ثانيه، وباكر لين تبغي تسترجع الخريطه راح تتذكر من الالوان بسرعه، راح تتذكر صح. شنو كان في الفرع الاول، شنو كان في الفرع الثاني. جميل. يلا الحين نبدا بعد نفس الشيء من اليمين. اي خلاص تمشين مع عقارب الساعه. أوكي. الحين وين ما بغيتي في الورقة أنك أنت تروحين يمين يسار تسوين الأفرع مالتك بشكل عادي، يعني أنت تخطط التفكير كيف تفكيرك. وعادي بعد ساعة ساعتين تذكرتي نقطة في الفرع الأول ترجعين وتضيفين عليه في الفرع الأول وتسوينه هناك. فالنقطة الثانية بعد نفس الشيء، الفكرة الرئيسية مالتها مثلا عندي أنا كانت بعد ما خططت أحضر للمادة وأحضر خرائطي لليوم، فحطيت أنا كم خريطة، 4 خرائط أريد أجيبها وكل واحدة بعنوان معين. تستهدف 2 تستهدف الكبار، 2 تستهدف الأطفال، علشان حتى أبين إن هذا الشيء متوائم مع كل الأعمار. احنا عاد حطينا المحاور بعد البحث وكذا. إيه؟ حطينا المحاور، المحور الأول، المحور الثاني. أوكي. المحور الثالث كذي بتمشي، المحور الأول الثاني الثالث والرابع اللي هي شو مفهوم الخريطة، استخداماتها تعبر عن ماذا، من اختراعها كيف ممكن نستفيدها في حياتنا، كيف نطور من كل مهامنا في الحياة. وبنفس الطريقة نمشي عليها إلين النهاية، وبعد كل ما ني حق فكرة جديدة نغير اللون، نغير اللون ونمشي. زين، شو تتصف الخريطة الجيدة؟ أهم مواصفات الخريطة الجيدة الذهنية. إنزين، الخريطة المتكاملة لازم تكون ملونة علشان الدماغ بسرعة يستوعب المعلومات اللي فيها. فيها صور رمزية لأن الدماغ يحب الصور، يعني أنت تشوفين صورة تغنيك عن 1000 كلمة وممكن تتذكرين كل الكلمات اللي تبينها من صورة واحدة. وبعد ممكن الكلمات المفتاحية، كل ما كانت الكلمات المفتاحية أقل كل ما كان أفضل. يعني تتميز الخريطة الذهنية أو تتصف بوجود صورة مركزية وفي نفسك فروع سميكة وألوان، أو صورة وكلمة رئيسية ورئيسية وتحتها تيجي الأفرع تفرع. أوكي. إيه؟ اللي سمعت أنه يشتغل من خلال الخريطة الذهنية دكتورة منيرة، الدماغ هو يعني عبارة عن نصفين، النصف الأيمن والأيسر. نعم. هو يعني يحفز النصفين يعني. صحيح. في الدماغ، وعشان تي تكون فعاليته أكثر في استرجاع واستدعاء المعلومات. صح؟ صحيح. احنا مثل ما نعرف أن الدماغ فصلين، فص استراتيجي وفص إبداعي. الخرائط الذهنية تحفز في استثمار الفصلين اليمين مع اليسار. في بعض الناس احنا حتى في ورش الخرائط الذهنية نسوي اختبار قبلي نشوف كل الحضور يا ترى هل هم يستخدمون الفص الأيسر من الدماغ أم الأيمن. صحيح. وبعدين لما يتعلمون الخريطة الذهنية وأساسياتها وأصولها يوصلون لمرحلة أن هم يستخدمون تقريبا بشكل متوازن فصلين الدماغ اليمين واليسار، فهو يساعدهم. عبد الله قال لي قبل الحلقة، قال لي مريم أنا دريت أن الجانب الأيمن مرتبط بالألوان والجانب الأيسر. صحيح. في الدماغ هو اللي يعني يكون مرتبط بالكلمات. صح؟ صحيح. الجانب الأيمن هو الإبداعي اللي يحب الألوان، الخيال، الابتكار، أي شيء مش منظم. والجانب الأيسر اللي هو الاستراتيجي اللي يحب كل شيء يكون منظم، لازم يكون في كلمات واضحة، لازم يكون في ماني يمشي عليه، فهذا هو استراتيجي وإبداعي. ممكن نستخدم هاي الخريطة للأشياء اليومية اللي أنا أقوم فيها، مثلا من الصبح راح أقوم لين بالليل، ممكن. صح. أسوي هذا الشيء. صح. ولا ممكن تقسم توقيتك يا أما ساعة بساعة يا أما تقول على حسب الصلوات الخمسة فمقسمة إلى 5 أجزاء، أو تقسمها بالطريقة اللي أنت تبيها. نعم. نهار وليل، وتقسم كل المهام الأخرى وتفرعاتها في خريطة لمهامك اليومية الأسبوعية الشهرية، وتقدر تحاسب نفسك بعدين هل أنت أنجزت اللي فعلا أنت حطيته في الخريطة ولا ما أنجزته. أنا جدولي ما بيخرب إلا المخرج يقول 12 آخر شيء يبدأ ساعة 7. زين، نرد لموضوعنا عبد الله وانت ويا المخرج يوهر، عقب بنشوف الموضوع هذا بعد الهواء او بعد الحلقه. تقول مقوله ان مخ الانسان هو عباره عن عملاق نائم، وتقدر انت توعيه
يعني بطرق معينة وتحفز عمل الخلايا والأعصاب. هذه تعتبر أحد الوسائل دكتورة، هي الخرائط الذهنية. صحيح. ليش إحنا نسوي الخرائط الذهنية؟ لأنها تخلينا نولد الأفكار دائما. طيب شو اللي يخلينا نولد الأفكار دائما؟ لما نوصل حق خلايا الدماغ النائمة. مثل ما قلت الخلايا العصبية في الدماغ، إحنا عندنا مليارات الخلايا العصبية في الدماغ. سبحان الله. يمكن الأطفال لأن نسبة الإبداع عندهم مرتفعة يستخدمون كل هذه الخلايا. نحن الكبار نستخدم فقط 2% من الخلايا الإبداعية اللي احنا عندنا، فكل خلايانا تكون نائمة أو مستغرقة، يعني ماخذة راحتها. وهذا الشيء يبين وين لما نحاول نسترجع معلومة، مرات نقول أنا متذكر المعلومة لكن مش قادر أوصل لها على طرف لساني، لكن ما قاعد تطلع المعلومة. صح. يمكن احيانا يستغرق لنا دقائق او ساعات واحيانا بضع ايام. صح. ليه ما نتذكر هذه المعلومه؟ ليش؟ لان في خلايا ما قاعد احنا نحركها وننشطها، لكن بطريقه الخريطه الذهنيه احنا قاعدين نحاول نشغل كل خلايا الدماغ الموجوده. دكتوره، ممكن يعني احنا نذكر فيها يعني ساعات، يعني الساعه الفلانيه بسوي شيء الفلاني، الساعه الفلانيه بسوي شيء ثاني، ولا ما نذكر فيها بس كلمات مختصرة؟ هو تشوف لأن خريطتك حسب شخصيتك. هي. فما في شيء صح ما في شيء غلط. أنت على شو متعود؟ هل أنت تلزم نفسك دائما أنك أنت لازم تكون في الساعة الفلانية تحط لنفسك علشان تقدر تلتزم وتنجز، ولا تحط أنك في اليوم الفلاني راح تسوي هذا الشيء وراح تنجزه؟ يعني أنت بكيفك ترسمه بطريقتك أنت الخاصة. زي بس خلينا نتكلم كذلك دكتورة، يعني اليوم إحنا قاعد نرسمه بالأقلام والألوان، ولكن في هناك كذلك تطبيقات أنا شفتها موجودة خاصة في الخرائط الذهنية. نعم. يوجد تطبيق خاص للخرائط الذهنية، لكن دائما نحن نحبذ ونحب انه يكون مرسوم باليد يدوي. ليش؟ لو تشوفون انا النماذج اللي جايبت لكم اياها مسويتينها على البرنامج الالكتروني، شكلها حلو علشان لما نبغي نعرضها للناس نعرضها لحد ننشرها مكان تكون مرتبة منسقة انيقة، يستقبلونها بطريقة رحبة ويقرون فيها كل، يعني اي حد يقدر يقرا الخط اللي موجود فيه. لكن لما انا اسويها علشان اشتغل واستثمر في نفسي، اطور من ذاتي، ابغى انمي مواهبي، اسويها يدويه. ليش يدويه؟ لان اذا انا كتبت استخدمت حاسه اللمس ورايتها بعيني، فهني حاسه البصر بعد دخلت وياها تثبتت اكثر. اقرا هذه الخريطه، الصوت انا النطق والصوت قاعد اسمع نفسي ماذا اكتب، فهني الحواس كلها راحت معي. ولان الورقه والاقلام شيء احنا نشعر فيه، نمسكها ونشعر فيه، فهني تكون قريبه لنا اكثر. اقدر في اي وقت اي معاي الورقه اعدل عليها، اضيف، امسح، ارتب بكل سهوله، فتكون العاطفه اكبر مع الخريطه اليدويه. الكونتاكت كان اقرب اكثر دكتوره. وبعدين انا يعني سمعت ان ايضا المخ هو يعني قادر بشكل مذهل، يعني انه يحتفظ بكل شيء يشوفه، بكل شيء يسمعه، بكل شيء نلمسه حتى ونتنفسه. لكن المشكله تكمن في طريقة استدعائنا لكل ما تم حفظه، وهني أتي أهمية تدريب المخ أو الأعصاب من خلال الخريطة الذهنية. صحيح. فبهذه الطريقة إحنا لما نستخدمها بأساسياتها الصحيحة راح تساعد كثير أن تكونين مبدعة أكثر، منجزة أكثر، أقل جهد راح تستغرقها في قيام بمهامك، وحتى تسترجع المعلومات بطريقة سريعة. حياتنا لك، أعطيك الصحة والعافية. وبالفعل يعني من خلال الكتابة الواحد ممكن أن يثبت المعلومة. صح. أكثر. أنا من الناس إذا كتبت خلاص أثبت المعلومة. صح. تحياتنا لك ويعطيك الصحة والعافية، وشكرا على هاي المعلومات الجميلة. ويمكن الخريطة الذهنية بالنسبة لعبد الله، لولا عنوان الحلقة يعني ما كنت أعرف عنه، ولكن اليوم قريت عن عنوان الحلقة بحثت عن الخرائط الذهنية. واليوم أنت كذلك ما شاء الله عليك ما قصرتي في شرح وتعليمنا كيف إحنا نعمل هذه الخرائط الذهنية. مريم، شو كتبتي أنت أصلا؟ أنا ما كملت، لأن إحنا كنا ننتقل من نقطة إلى نقطة، ولكن هي كانت الحلقة. أيوة. وهي كيف نرسم البحث والمحاور، وفعلا عطيتيني الجايد لاين اللي أنا أنطلق من خلاله إذا كنت حابة أني أرسم. نعم. خريطة ذهنية لي في أي مخطط ليومي أو لغيري أو حتى منو ما كان يقدر يرسم مخطط يومه. حلو عبد الله على فكرة من في الليل الواحد يرسم. نعم. مخطط أو الخريطة الذهنية للغد إن شاء الله. جاهزين اليوم الآخر بسوي لها خطأ.
لان هي ما كملت المحاور كلها. بتكمل عقب الحلقه ما عليه. تحياتنا لكم اذا وتحياتنا لك اكيد دكتوره منيره الرحماني مستشار تفكير ابداعي ومدربه خرائط ذهنيه، شكرا لك على تواجدك معنا واثريت الحلقه واستانسنا اكيد من خلال الرسم اليوم. انا ما خليت كلمه ما كتبتها لا تاخذون اللقب. شكرا لك دكتوره منيره. شكرا العفو، سعيده جدا بتواجدي معكم. شكرا لك. اذا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام وبعد الفاصل نواصل برنامج مسد بيت.